الناس حساد المكان العالي يرمونه بدسائس الأعمال. لأنت وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال. لا ينتمي لك من يخون ولائي، إن الولاء شهادة الأبطال. يا قبلة التاريخ، يا بلد الهدى، عشت وعاشت مصر دائما فوق كل خائن، تحيا مصر. أعزائي المشاهدين، تحية أجلال وتعظيم وتقدير لكم شعب مصر العظيم، وطني الحبيب. أرحب بكم في برنامجكم ضد الفوضى، ومعي ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور محمد زكريا، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس حزب المواجهة. أرحب بك يا دكتور، وأهلا وسهلا بك معي في برنامج ضد الفوضى. سعدت وشرفت بحضرتك معايا النهاردة. أهلا وسهلا وائل بي، وأهلا وسهلا بالقائمين على البرنامج، وبشكركم على الدعوة الكريمة. النهاردة السادة المشاهدين، الشارع المصري كله بيتكلم على التعديلات الدستورية. المواطن البسيط ما يعرفش يعني ايه تعديلات دستورية. المواطن الكادح، المواطن العامل الصانع، المواطن اللي بيروح بيته آخر النهار ينام، مش عارف يعني ايه تعديلات دستورية، مش مهتم. مع ان التعديلات الدستورية والدستور هو بناء الوطن. هيكلمنا النهاردة وهيفهمنا وهيعرفنا الأستاذ الدكتور محمد زكريا أهمية التعديلات الدستورية في بلدنا مصر الحبيب. تفضل يا دكتور. أولا وائل بي، اسمح لي بس أن أنا أدي نبذة بسيطة جدا للمواطن أو للشارع يعني إيه دستور. واسمح لي الأول، اللي أنا مش رجل قانون الأول، أنا رجل اقتصاد، ولكن أنا هنقول بتبسيط شديد جدا إن هو الدستور ده هو أبو وأم القوانين. القوانين دي هي إيه؟ المنظمة للحقوق والواجبات، هي العقد ما بين الشعب والسلطة الحاكمة أو الدولة، الدولة التي تحكم ثروات الشعوب، ثروات الشعب المصري يعني. فالدستور هو عبارة عن القوانين اللي احنا بنتعامل بيها دي كلها، هي خارجة من الدستور اللي هو الأم أو الأب للقوانين دي كلها، اللي هي بتنظم الحياة اللي هي موجودة في الشارع المصري. دي نقطة. النقطة الثانية، طبعا الناس مخضوضة جدا على موضوع التعديلات الدستورية، بتتكلم في موضوع التعديلات الدستورية، واختزلوا موضوع التعديلات الدستورية دي في عملية مد مدة رئيس الجمهورية. تمام. أنا هتكلم بسرعة شديدة جدا. الموضوع إيه؟ أولا التعديلات الدستورية النهاردة في البنود اللي هم وافقوا عليها تلتين مجلس الشعب، هذه التعديلات الدستورية في موادها، في المواد بتاعتها، لن تكون أول مرة. يعني هذه التعديلات دي مش هتكون أول ولا آخر، ولا أول ولا آخر مرة. ليه؟ لأن أنت مطلوب منك على حسب المراحل اللي بتمر بيها الدولة، كل ما الدولة تقدمت للأمام، كل ما يكون الدولة محتاجة لتعديل دستورها بما يتماشى مع رؤيتها ويتماشى مع سياستها الداخلية والخارجية. دي نقطة. أفهم من كلام سعادتك، معلش أسف لقطع حديثك، إن التعديلات الدستورية دي هتساعد على الاستقرار والتنمية؟ أنا هجيلك وهقول لك. يعني النهاردة الدولة النهاردة بتتقدم، التعديلات اللي احنا فيها دي حاليا ممكن بعد 5 سنين نعدل تاني، ممكن بعد 10 سنين نعدل تاني. ليه؟ لان الآلية موجودة جوه الدستور اصلا بتعديله. مفيش دستور في العالم اصم او ان هو ايه لا يؤخذ منه ويرد. وانا النهاردة بتحرك من حالة لحالة، وده اللي انا هشرحه في النقطة اللي جاية. فاذا التعديل اللي احنا بنعمله حاليا ده لن يكون اخر تعديل للدستور. معنى كلام حضرتك ان ممكن دولة عظمى زي امريكا وفرنسا الدول دي كلها عدلت بما يتماشى مع رؤيتها ويتماشى مع مواردها ويتماشى مع ثرواتها ويتماشى مع
الوضع في الداخل والخارج. انا النهارده عدل الدستور بتاعي زي ما انا عايز. ليه؟ لان تعديل الدستور بما معناه مثلا لما بنيجي احنا نتكلم على تعديل القوانين النهارده مثلا احنا في مصر عايزين تعديل في قانون العمل هنشتغل عليه، فاذا احنا ممكن نعدله. ده القوانين اللي هي مشتقه منين؟ من الدستور. ما احنا طب احنا لما بنيجي نتكلم على تعديل قانون وبنيجي ننسخ قانون او بنيجي نلغي قانون ونحط قانون جديد، ايه المشكله عندنا؟ ليه؟ لان المرحله دي تتطلب التعديل. احنا مثلا النهارده في مرحله اقتصاديه داخلين مثلا على موضوع الاستثمار والصناعه و و و، اذا واجب علينا نشوف قوانين العمل اللي عندنا كانت عامله ازاي ونبدا نعدل منها وتتماشى وتتواكب مع المرحله اللي احنا ماشيين فيها. طب يا دكتور انا اسف، يعني كلامك جميل وكلامك منطقي، بس انا اسف يعني عندي نقطه مهمه عاوز اوضح اتكلم مع حضرتك فيها، يعني جزئيه هل هناك مواد مستحدثه في التعديلات اللي جايه؟ طب اسمح لي برضو انا عايز اربط موضوع الفوضى بالتعديلات الدستوريه. اتفضل يا دكتور. مصر ما بعد ثورتين وما بين الثورتين اللي هي 25 و30 كانت في حاله من الفوضى حقيقه، مفيش ضرائب، الناس بتتهر، الناس خارجه على القانون، الكلام ده كله. فاذا احنا مرينا بمرحله فوضى لمرحله استقرار امني، ده من فضل ربنا علينا. حلو قوي. احنا النهارده بنعدل الدستور عشان الاستقرار الامني للاستقرار السياسي والاقتصادي، وده اللي يهم المواطن. احنا بنتكلم في ايه؟ بنطمن المواطن المصري، بمعنى ان النهارده الاستقرار السياسي هو هيؤتي باب الارزاق، هيؤتي بالاستقرار الاقتصادي. الاستقرار الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه ايه بقى؟ اللي احنا عايزين استثمار، عايزين جذب استثمار من بره، عايزين سياحه، عايزين ناس تشتغل، عايزين نعمل صناعات، عايزين نفتح المصانع بتاعتنا، عايزين نعلم ونأهل العامل المصري، عايزين نفتح مجال الزراعه. كل الكلام ده هيجي عن طريق ايه؟ لما احنا استقرينا امنيا وبعدين داخلين على مرحله استقرار سياسي. واحنا بنشكر رئيس الدوله النهارده ان هو وسع وعطى فرصة كبيرة جدا للأحزاب، وعطى فرصة كبيرة جدا للمشاركة السياسية للشعب المصري. بالعكس ده هو النهاردة رئيس الجمهورية بيقول ايه؟ بيدي الفرصة، والنهاردة انزل شارك. يعني انزل شارك يعني ايه انزل شارك؟ يعني خليك رجل ايجابي. احنا ما بنقولكش انزل قول اه او قول نعم، انزل شارك بمعنى ان انت تبقى مسؤول في القرار السياسي، عشان بعد كده لما يجي يتاخد القرار بطريقة تانية ما تقولش انا ما كنتش مشارك فيه. اذا هي هتكون غلطتك انت، انزل شارك وانزل قول للناس ان هي مسؤوليه. حضرتك في الجزئيه اللي بتتكلم فيها دي جزئيه خطيره جدا، جزئيه المشاركه. احنا عندنا نسبه الشباب المصري نسبه ثروه بشريه عظيمه. طيب التعديلات الدستوريه المستحدثه واللي هي ان شاء الله هيتم الاستفتاء عليها في 24 ابريل ان شاء الله، الشباب المصري، الشباب اللي هو بيمثل كتلة بشرية ضخمة، ماذا سيستفيد من هذه التعديلات؟ طيب برضو اسمح لي برضو انا عايز اقول برضو هبدأ بكلمة المشاركة السياسية. تمام. انا بنادي للشباب المصري بقول لهم انتوا عندكم فرصة لن تعوض، انتوا النهاردة لازم تكونوا مشاركين جوه العمل السياسي. تمام. عندكم احزاب كتيرة جدا، خشوا الاحزاب بما يتماشى مع رؤيتك الاقتصادية. الاحزاب دي كلها على قواعد اقتصادية او على نظرات اقتصادية. خش الحزب وخليك ايجابي في الحزب وقول رايك وما يسمعوش كلام الناس اللي بتضللهم. انت شارك وشارك في العمل السياسي عشان تعرف الواقع اللي انت عايش فيه، عشان تعرف الضغوط قد ايه على مصر. صحيح. عشان تعرف النهارده عندك حرب في ليبيا، النهارده حلقه من اولى حلقات الامن مستقر الحمد لله، عندك اضطرابات في السودان، عندك الناحيه الثانيه فيها مشاكل، عندك سوريا، الملفات دي كلها بتضغط على الاقتصاد. فانت النهارده لو انت في جوه الدوله انت ما استقريتش النهارده، احنا النهارده استقرينا امنيا. الاستقرار السياسي ده هو مؤشر قوي للاستقرار الاقتصادي اللي احنا بننادي بيه الدولة. اللي احنا بنتكلم العجز اللي عندنا والكلام ده، تحويل العجز لفائض، يبقى الكلام ده محتاج ان كل الشعب يشارك. التعديلات الدستورية اختزالها في مدة رئيس الجمهورية ده خطأ. التعديلات الدستورية صحيح. المادتين المستحدثتين اللي حضرتك بتتكلم عليهم، تمام، المادة 160 تعيين نائب، إعادة مجلس الشورى، استحداث مجلس الشورى بمسمى جديد مجلس الشيوخ. ده احنا بنشكر سيادة الرئيس عليه. ليه؟ لأنه هو وسع القاعدة السياسية في مصر. تمام. بدل ما جعل مجلس تشريعي بقى في مجلسين تشريعيين، واحنا بننادي من هنا للسيد رئيس المجلس وبننادي للمشرعين ان يكون في توسعة واعطاء اصلاحيات لمجلس الشورى ان يكون مراقبا، ان يكون مشرعا داخل الدولة،
حتى تستقر الدولة وتستقيم الدولة، لأن احنا عارفين العبء الكبير اللي على مجلس النواب. احنا لازم ده يقسم، ولازم كلنا نشيل المسؤولية مع الرئيس. الرئيس مش هيشيل المسؤوليه لوحده، صحيح. لازم كلنا، كل واحد فينا يشيل جزء من المسؤوليه. فالنهارده عندنا مادتين: استحداث لعوده مجلس الشورى، تمام، مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ بالمسمى الجديد مجلس الشيوخ، تمام. ونائب، وبرده انا برده احنا عندنا رؤيه، احنا كحزب المواجهه بننادي اللي هو احنا قلنا اعطاء صلاحيات اكبر لمجلس الشيوخ، وان يكون النائب كمان حاليا في الوضع السياسي الحالي ان هو يكون بالتعيين. انا عرفت ان حضرتك كنت مشارك مع الدكتور علي عبد العال في المشاركه المجتمعيه لمناقشه التعديلات. انا بشكر الدكتور علي عبد العال لثقته فينا وثقته في حزب المواجهه، وانا كنت مشارك بصفتي في المكتب التنفيذي لتحالف الاحزاب المصريه، وفي نفس الوقت في حزب المواجهه. البصمه بقى التي ادلى بها الحزب في مناقشه التعديلات. الاول احنا لما انا اتكلمت في نقطه مهمه جدا، النقطه دي يمكن انا عارف ان رؤيه سعادتك اقتصاديه، يعني يمكن كتير جدا ما اتكلمش فيها. انا كنت ببص دايما للنظره او للاتجاه الاقتصادي او الجانب الاقتصادي. انا زي ما قلت لحضرتك الاول، انا مش رجل قانون عشان اقدر ادلي فنيا في القوانين، ولكن انا اقدر اقول احنا عايزين من حضرتك عاوزين كتير، الاقتصاديين دول عاوزينهم يملوا بلدنا، خاصه لما يكونوا زي حضرتك ما شاء الله رؤيه اقتصاديه يعني جميله وعظيمه. ربنا يخليك، يعني ربنا يخليك. انا قلت من وجهه نظري السياسيه والاقتصاديه، انا قلت ايه في المادتين المستحدثتين؟ قلنا في اللي هو بينادي بيه الرئيس اللي هو ايه، زياده المشاركه السياسيه، تمام. ده خطير جدا. يعني ايه زيادة المشاركة السياسية؟ يعني لما كل ما القاعدة السياسية تسعت كل ما يكون للقرار قوة. التعديلات الدستورية وخصوصا المادتين المستحدثتين اللي انا بتكلم عنهم دول فيهم رسالتين. يا ريت حضرتك توضح لنا الرسائل دي. الرسالة للخارج، الخارج دايما بيتكلم وبيضغط على مصر باسم الديمقراطية وهو مصطلح مطاط. للأسف. الديمقراطية دايما حاطين مصر، دايما حاطين مصر في دماغهم. الديمقراطية من وجهة نظري هي سيادة القانون. دولة سيادة القانون، سيادة القانون على الجميع سواء، هي دي الديمقراطية. صحيح. ولكن هم بيختلقوا مسميات للضغط على الدول داخليا وخارجيا. بس احنا الحمد لله الرئيس بتاعنا مشكورا قال كلمة واضحة، احنا لا ننتمي لأي أحد ولا أحد يستطيع أن يسيطر على بلدنا مصر. فالنهاردة بقى الرسالتين اللي بيبعتهم رئيس الجمهورية وبيبعتهم الشعب المصري للخارج بيقول ايه بقى؟ احنا وسعنا العملية السياسية، اصبح كتير جدا مشارك، في نائب، عملنا عملنا في نائب ان شاء الله. احنا بنتكلم كمان على المجلس الثاني نائب او اكثر. لا احنا عملنا على احنا بنتكلم دلوقتي على الشيوخ وعلى الاثنين مع بعض، يعني تمام. وسعنا العملية الاقتصادية، عملية عملية المشاركة السياسية. خلينا اللي هو بيتكلموا عليه هنا رسالة للاستقرار بقى. لما بيكون في استقرار سياسي يعني معناه في استقرار اقتصادي، تمام يا دكتور. فاذا يبقى الرساله دي وصلت لبره، احنا كمان عندنا كمان نفسي نائب، نفسي الناس توصل لها الرساله دي. المواطن البسيط ده يفهم ان الاستقرار السياسي زي ما سعادتك قلت كده في رساله واضحه، الاستقرار السياسي يساعد على الاستقرار الاقتصادي طبعا. وهنا الرساله اللي انا بقولها لحضرتك دي اللي هو عطى، ان كمان لما يكون في عندك نائب في حاله غياب الرئيس في سفر او في حاله غياب الرئيس في اي مؤتمر، فانت عندك رئيس بديل نائب عنه داخل الدولة، معنى كده ان في استقرار داخل الدولة، تمام. فاذا ده يعطي مؤشر قوي للخارج ان احنا عايزين استثمارات وعايزين سياحة وعايزين صناعة، وكل ده بقى هيعود على المواطن المصري بالايجاب. لان هو ايه اللي تعبنا في الشارع دلوقتي حاليا؟ الناس واخدة مختزلة، الناس مختزلة فعلا زي ما سعادتك قلت، التعديلات في جزئية الفترة الرئيس. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجة، ما هو الرئيس هينزل ينتخب، طب انت مديت له، ما انت اللي اولا هو مش الشعب هو مصدر السلطات، صحيح، مش هو اللي بيدلي بصوته، صحيح، هو اللي هيجيب الرئيس وهو اللي مش هيجيب الرئيس. يعني حتى معنى ان احنا النهارده مدينا فترة رئيس فهو هيجي بانتخاب بالصندوق. انا عايز برضو جزئية برضو حضرتك كنت الشعب، انا عايز بس انا عايز اطمن الشعب فضل. هو الشعب قلقان ليه؟ اذا كنت انا اللي بنزل ادلي بصوتي وانا اللي بنزل اقول وبنزل اقول لا، ما انزل شارك وادي للعالم العالم الخارجي ان مصر دولة متحضرة قوية، احنا رايحين على اقتصاد قوي، رايحين على استثمارات قوية، رايحين على صناعات اعادة. اولا احنا بنشكر الرئيس من هنا بـ 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 بالحد الادنى
بالحد الادنى للاجور. دي يعني حاجه في منتهى الخطوره وحاجه يشكر عليها. شكرا لسياده الرئيس لاعطائه او وجود نظر للمواطن البسيط. طبعا ده كده في ظل الظروف الاقتصاديه بتاعتنا الصعبه, في ظل الظروف ان هو يعلى بسقف الحد الادنى للاجور, ده حاجه واحنا برضو بالنادي برضو من هنا بنقول في البرلمان والنواب احنا عايزين هامش للربح, عايزين الدولة يكون عندها هامش للربح. ما ينفعش ان كل واحد بيبيع بمزاجه وكل واحد بيحط السعر بمزاجه وتكون الضرائب هي اكتر من 80% من الايراد. لازم يكون الكلام ده مقنن والكلام ده معروف ومعلوم. عجبتني كلمة سعادتك, هو الشعب قلقان ليه؟ الشعب يقلق ليه؟ معانا رئيس محترم وناس امناء علينا في بلدنا. الدكتور قال جملة مفيدة جدا, الشعب قلقان ليه؟ ما تنزل تشارك, عايز تقول نعم اهلا وسهلا بيك, عايز تعترض اعترض, الساحة مفتوحة ليك. ولذلك انا بوجه كلام الدكتور يفهمنا اهمية المشاركة المجتمعية في الاستفتاء على الدستور. هي كل المشاركة اولا احنا الداخل عندنا احنا الحمد لله بدأ يكون فيه تدريب وتثقيف ووعي سياسي لدى المواطن المصري, بس في ناس بسطاء ما يعرفوش الكلام ده. لا ما شاء الله عليهم الناس بدأت تفهم, واحنا النهاردة دورنا كأحزاب ان احنا نقوم على التوعية وعلى التدريب والتصغيق, وده اللي احنا عاملينه. للأسف يا دكتور هو مش دور الأحزاب بس طبعا بعد إذن سعادتك, يعني النواب الموجودين في الشعب النهاردة ده هو أهم حاجة بيشتغل, الاشتغال بالدستور ومواد الدستور. ليه ما ينزلش يعمل مشاركة بين الناس البسطاء ويفهمهم يعني ايه دستور, يعني ايه تعديلات دستورية؟ أنا النهاردة من أول بداية التعديلات لحد أنا نزلت أكتر من مؤتمر ونزلت اتكلمت مع الناس في الشارع واتكلمت معاهم وفهمتهم ايه اللي بيدور حوالينا وايه المرحله اللي احنا رايحين عليها. المرحله اللي احنا رايحين عليها في غايه في نفسي تقولي احنا رايحين على فين يا دكتور. احنا رايحين الدوله زي ما انا قلت الدوله من الاستقرار السياسي للاستقرار الاقتصادي. الاستقرار الاقتصادي احنا عندنا مشاكل كتير اقتصاديا, لابد وان تعاد الخريطه الاقتصاديه مره تانية. فاحنا النهارده بنعيدها بعمليه فتح المصانع المغلقه, اعاده المصانع اللي هي كانت احنا توقفنا عنها, فتح مصانع جديدة, جذب الاستثمار, عودة السياحة مرة تانية, التحويلات المصرية. كل ما يكون عندك استقرار كل ما تكون الدولة جاذبة لرأس المال. واحنا النهاردة عشان المواطن المصري يعرف ان الدولة دي امانة في ايده, ان احنا لما بنيجي نطبع الفلوس عندنا بشكل كده بسيط احنا بنطبع على الاحتياطي بتاعنا اللي هو النقد سلة العملات. تمام. احنا عندنا سلة عملات احنا اللي بنطبع عليها قوة الجنيه. كل ما زادت السلة دي كل ما زاد قوة الجنيه في قلب الشارع. النهاردة ده بيعود عليه في ايه؟ بيعود عليه في الاستثمارات اللي موجودة. الفائض اللي بيجي ده الرئيس النهاردة بيتكلم على بنية, بيشتغل في بنية اساسية وبنية تحتية وبيتكلم على المدارس والنهارده مشكورا على الصحه المبادره العظيمه اللي هو عملها. يعني عايز اقول ايه للمواطن المصري, وهو مش هيشيل البلد لوحده. الرئيس مش هيشيل البلد لوحده, لازم الناس اللي موجوده تحت منه تشتغل بجد وتقرب للناس طبعا, تجتهد مع الناس طبعا. واحنا زي ما احنا قلنا نقطتين, اختزال التعديلات الدستوريه في مده الرئيس انت اللي هتجيبه, ده كلام الناس المعوقين اللي عاوزين يوقفوا البلد, انت اللي هتجيبه. نقطة. النقطة التانية انا عايز اسأل سؤال, النهاردة لما بيجي مقاول بيبني عمارة النهاردة تمام بتاخد سنة ونص. النهاردة لما رئيس دولة بيبني دولة, طب انا عايز اقول هل احنا ممكن نحسب للسيد الرئيس الاربع او خمس سنين اللي هو جه الدولة في فوضى والدولة خارج صحيح. القانون ده خلي بالك يا دكتور كمان نقطة مهمة, معالجة ومواجهة الفوضى اصعب حاجه في الدنيا. بتتكلم على ارهاب وبتتكلم على حدود على في كل الاتجاهات, عندك مشاكل في كل حاجه. النهارده عشان لا ولا الكلام ده وقدرنا نقف. طب انا هتكلم بقى على قدرنا نوقف الدوله الحمد لله. انا هتكلم على احنا بنمر بمرحله انتقاليه صح؟ اتفضل. للاستقرار ما تيجي نشوف فرنسا كده قعدت 20 سنه فرنسا يا دكتور, ده الشهر اللي فات ولا الشهر اللي فات انا اسف اقاطع حضرتك, شويه مظاهرات في فرنسا قلبوا الدوله. طيب احنا كان عندنا مظاهرات في كل المحافظات. امريكا دي
مش بتتكلم اهو عندها المدة الرئيس أربعة في أربعة أربعة في أربعة لما جه روزفلت الحرب العالمية التالتة ما قعدوه أربع دورات ورا بعض، في الدورة التالتة هو مات. يعني أنا عايز أقول إيه؟ إن الظروف ممكن تقتضيك إن أنت النهاردة في مرحلة بتعدي من مرحلة لمرحلة من مرحلة لمرحلة. وبعدين أنا عايز أقول على حاجة، أنت النهاردة المواطن المصري إحنا واقفين معاه، واقفين معاه في إيه؟ عارفين ان في مشاكل، الاسعار غاليه والدنيا مش مظبوطه. لا احنا بنقول له احنا التعديلات دي ده جايه في صالحك بعد كده. ليه جايه في صالحك بعد كده؟ الدوله هتبدا تظبط نفسها بعد قلنا بعد الاستقرار السياسي وتوسعه المشاركه السياسيه، هنبدا نبص للاقتصاد بتاعنا. انا يعني شرفت بحضرتك، وما شاء الله رؤيه حضرتك الاقتصاديه دي لازم انا بستسمحك ان احنا يعني نلتقي بحضرتك مرات، ده بعد اذنك يعني تحت امرك تدينا من وقتك يعني. حضرات الساده المشاهدين، الوقت بتاعنا مر بسرعه وسامحوني، كان معانا ضيف عزيز، ضيف جميل، رؤيه اقتصاديه في مصر عظماء للاسف في ناس كتير جدا ما تعرفش عنهم حاجه. للاسف نحن نبحث عن الاحسن والافضل، مصر ستعلو وستنهض رغم كيد الكائدين ورغم حقد الحاقدين. انا بستسمحكم يا 100 مليون 100 مليون نفس، 100 مليون مواطن شريف، شاركوا، انزلوا قولوا كلمتكم عشان بلدنا تقف على رجليها وتعدي المحن، ولا تتركوا فئة صغيرة تتحكم فيكم. ما تتركوش نفسيكم للفئات الصغيرة تضللكم وتضيعكم وتخلي أفكاركم تضيع. دكتور محمد أنا اتشرفت بحضرتك، كلمة أخيرة لمصر. أنا أولا عايز أقول للشعب المصري كل سنة وهو طيب. طبعا احنا داخلين على رمضان، كل سنة وشعب مصر كله بخير. مصر راح على مرحلة أفضل بكتير جدا. مصر عدت قبل كده بأزمات وتخطت هذه الأزمات، دي مش هتكون آخر أزمة، ويا رب ما نخشش في أزمات، ولكن مصر في الطريق الصحيح. مصر بتبني اقتصاد قوي. السيد الرئيس بدأ بمشروعات قومية، المشروعات دي مشروعات استراتيجية ضخمة، العائد بتاعها بيبان بعد عشر سنين و15 سنة، لأن دي مشروعات قومية ضخمة لها استراتيجيات بعيدة المدى. ولكن هو احنا بنشكره النهارده، بدأ النهارده نتكلم على الصناعات الصغيره والصناعات المتوسطه النهارده، وبيدفع الدوله للامام لعمليه اصلاح اقتصادي قوي حقيقي وحقيقي. هو ده المرحله اللي، وهو بصراحه عطلنا كل المساحات وكل الحريه، وعايزين نقول هو مش هيشتغل لوحده. وبعدين احنا من هنا من برنامجك هنا احنا بنقول ايه؟ احنا حزب المواجهه لدينا رؤيه اقتصاديه قويه، احنا بنقول عندنا اقتصاد